السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحمد نزردين جاتكم فيديو جديد. في اليوم راح نكمل لعبة هالو نيبر 2. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وبدون ما نطول كثير استمتعوا بالفيديو. اوكي يا اخوان، زتنا عند هذا المطعم. هذاك اللي رحت عليه لقيته مسكر لما رجعت. في ارقام مفقوده صح؟ يب اجتني. هي عندي اعتبرين زبون مالك. ها لا بديش اخش عندي. بس معقول هذا الرمز؟ هم الاربع ارقام مفقودين على فكره. هاي مش مصلي على النبي. هاي بقدر اخش من هون؟ والله بقدر. ايش في هون؟ ثلاجة. هي هيك بتشوفني؟ هي بس شو مالها؟ رمشتني. هي وش معها؟ هذا الرقم اللي بدي اياه صح؟ اتوقع رقم واحد معاها. وهذا السلم وين بودي؟ اكيد لفوق يعني. هاي من البيت. اوكي ها في رقم 5. وين المقص؟ وات ايو شو بقصها؟ ترجع على طول يا اخوان، تلموا بسرعه. خلينا نخش نشوف ايش في هون. في ايش لازم احطه هون؟ ايش هو؟ كان عقرب. اح في حدا. ايش جابك هون؟ الله ياخذك. في حوض. في هون اشي. جات. لا هون فيش بقدر اقصه. ايه والله تطلع هون؟ تطلعش. بقدر اخش من هون؟ فيش بقدر اقصه على الحيط. راحت. اوكي ايش لقينا؟ ايش هذا؟ عقرب الساعة صح؟ طيب بعدين كيف ناخذها؟ قديش الساعة؟ جات. لا شو في هون؟ طيب ما بقدر اقص. هلا ايش الساعة؟ 10:35. ايش جات؟ اقول صح 10:35. رجعت. كاميرا بابا، كاميرا بابا، انا باشا بابا. هاي كيف ناخذها من البس هاي؟ احا هاي ايش هاي؟ طيب هات. وات افتح مثلج. في فرن. في واحدة جاي. جاي المرة. دقيقة معقول احط هاي بالفرن عشان اخذ المفتاح؟ وين هي؟ هناك. والله صح. خلص اسف اخذت الطفاية. الله ياخذها. وين ودت المفتاح؟ فكرة مفتاح اسمع. ايش معاها؟ في مفتاح كنا. والله في مفتاح. في مفتاح بس ليش هذا؟ بقول مفتاح هاي الثلاجة اللي هون. خل نجرب. والله مفتاحها. ليتس جو. افتح. اوكي لفت لي شكلها صح؟ بسرعة بسرعة خذ. ايش في هون؟ احح بالغلط اخذتها. وينها؟ بسرعة كيف نجيب السمكة؟ رجعت. الله ياخذك يا بنت الحلال. دقيقة بدنا نطعم البسة. الله ياخذك. ها
تيجي تتحمم هذيك يعني توقع تحمي النار هون اجت لها اجت هاي ما سويناهاش الساعه لسه يا ها وين صارت هاي حمراء كان علت مي سخن عليها صارت حمراء ايوه هيك بقدر اقصها صار تيجي ليتس جو اوكي هيا هون خلينا ننزل تحت احنا بعمل بس على السريع بسرعة قبل ما تنزل بسرعة خدي خدي ام السمكة ها نحطها قاعد تقول لي حطها بالصحن يلا يلا خدي اوكي طيب اطلع نروح نحط الارقام قبل ما تاخذهم منا ايش معنا احنا معنا تنتين طيب نحطهم هاي ايش هذا رقم واحد هاي رقم واحد ورقم خمسة هاي ايش اخذت منا شو كان معنا كمان احنا ويا اختك يا سوسة قلنا قديش احنا ايش مساء هاي في ساعة هون 10:35 نزلت اوكي نزلت بسرعة 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 جت صح اوكي فتحت نايس رقم سبعة لقينا طيب ضل اشي مقص معي مقص صح معي مقص جت جت طيب بسرعة بسرعة بما انها هون خلينا ننزل نظبط وضعنا خذ الطفاي ياب زي ما توقعت ممكن تاخذ مفتاح خد ام مفتاح شو راضي اخده طيب خلينا نحط الرقم قبل ما تسرقه بسرعة قبل ما تيجي رقم قديش سبعة اخده لا انحرق لازم نطفي النار ايوه خليها لنا مجال الله ياخذها الوقت هون بسرعة اوكي طفيناها ايوه مفتاح ايش هذا طيب؟ وين في مفتاح؟ اوكي اخوان لقيت هذا هذا بده مفتاح وين مفتاح؟ ايوه ليتس جو اخذت اشياء ايش هم؟ ولا ايش واحد اخذنا الرقم الرقم الاخير هذا صح هسه بتكورس برا اوكي لا ايوه ضلك طالع فوق قديش الرقم ضب هاي واحد خمسة سبعة ستة واحد اجت صح ها ايش صار اوكي ليش شكل المفتاح هذا شو المفتاح هذا مش عارف ضايل اشي هون ولا لا شو مالك قاعد بتعيط هاي زي حزينة خلاص 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 بس بلاش تاخذ المفتاح خلاص طب وين اروح هسا وين لفيت البيت كله ما لقيتش اشي فاتوقع هذا المفتاح للباب هذا ان شاء الله الكلام صح بسم الله برضه نفس الشكل اصلا وين المفتاح؟ في صوت واحد ها والله في واحد جوا ها اقدر اشيل هاي ايش حدا وين؟ ايوه شايف نقدر نفتح اوكي فتحنا قبل شوي انا اخذت هذا الكريك هذا شو جابو؟ احا هذا الكريك هذا اغمى عليه وين راح الكريك؟ هيو اخذوا مني؟ لو اوكي في اشياء هون نحط لها في اشياء هون بنحطها في خزنة هون بقدرش افتحها في بيت اوكي انه هاي هون اتوقع اتوقع طفاي ما بدنا اياه صح؟ زدتها
إذا احتجناها هي جنب البيت، بس ما أتوقع أحتاجها. مشرود! لا غلط هيك غلط. يا بي والله البيت كبير، شو بدنا نقعد ندور فيه هذا؟ لا حالي هيك. كأنه قاعد؟ اه والله قاعد. مش انا والله، والله لحالي. الله يلعنك. سكر. يا انزل انزل انزل. ايوه ابا والله البيت كثير كبير. نعمل كراوتش ندور. فلات واحد. لا 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 جاني هون صح؟ في اتوقع بال شو اسمه بنكسره. هاي بالعتلة. هذا لحقني بسرعة. طلع العتلة. لا 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 هذا مفتوح. وينه؟ بعد مفتوح. فكرت فيه قزاز والله. انا خل حطه هذا قبل ما يجي هون. لا اتوقع في تقدم في بروجريس. يا بدي اجيب العتل يا حج. بدي عتلتي. عاد معي مقص انا. خلاص 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 امزح. اخذ العتل مني ما اتوقع صح؟ لا هي معي بس. طيب الطابق الاول في هون كمان واحد. شو وين بيلحقني بالضبط؟ بس للباب صح؟ خلاص روح يا حج. حج معلم. حج معلم لازم نروح يا زلمه. ايه وعلق. روح يا زلمه. ايه هون علق. عاد 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 المهم حطيتها. حطيت ثلاث بيوت. هسه ايش؟ وينه؟ كنت معلق معلق معلق. قلتش يا اخوان قلتش. فرصتك. احس بيجي على صوت التاكسي صح؟ الله ياخذك. لحقتش افرح. اوكي هون هون. اوكي سريع. طيب نشوف في شو هنا. في هاي. اوكي فتحنا باب ثاني. نايس. وين هو؟ طيب نشوف محل ما احنا حطينا هالبيوت ايش صار. حطيناهم صح اصلا ولا غلط؟ مش عارف والله. هاي تفتحش الخزنة. اتوقع ان حطيناهم غلط صح. اوكي مفتاح. ليش هذا الباب؟ ديم شو المكان يا اخوان؟ وين المقص؟ ان شاء الله ما يجي بس. ايش هاي؟ شو لمبة ولا ايش؟ مش عارف. لمبة زي هاي صح؟ تيجي هون؟ باب مسكر، كيف بدك تيجي؟ بتقدر ايش؟ القم. اوكي بس هيك يعني حطيناها. توقعت اللوحة هاي بتزيد. والله بتزيح. ايه بسرعة مقص. والله البيت مرعب يا اخوان. مفتاح. ايش في كمان؟ طبو. هذا الدراج. هذا مسكر هذا. مش عارف جاني؟ والله اجا. ايش مقام مخبأ؟ ما في مخبأ يا اخوان هون. الله ياخذك. وين هسه تذكرت هذا الكلب اللي كان بالبداية خرب علي بالسيارة اللي كان خاطف الولد.
هسه اتذكرت والله. صوت ولد ولا اشي. في ولد خاطف هون بهاي الغرفة. وين؟ سامعين؟ هون بحسن. طيب شو في بابا بمفتيح. والله بكي قاعد. اوكي. لا ما تروحش محل ما بدي اروح يعني خرجني هاي. اجا قاعد. طلع طلع كيف قاعد طلع. طلع نصه بالكرسي. تعال تعال. مفتاح هاي مفتاح. نروح نحاول نفتح اي باب. شوف لأي باب هاي. هذا لا مش هذا. هذا برضو مش هذا. برضو مش هذا. لا اجا اجا. اوكي لا هذا خلاص خلاص. بس نفتح الباب عشان ما يسرقش المفتاح. نشوف الباب اللي فتحناه. وين الباب اللي فتحناه هذا؟ ايوه. هذا اللي هون. اوكي. سامعين في صوت هنا. ايش في ورا هاي؟ ولا؟ ايش اللي اخذته؟ يو. كاتسين. هذا هو ولد. هذا مين؟ اح. عم استغاثة. وات؟ شو اللي صار؟ ما فهمت. هاي فتحت. شو ماله تعب؟ ليش رجعوني هون؟ كل شوي بيرجعوني هون. أخيرا وصلنا. مسكر. هذا بيفتحش إلا بالليل على فكرة. مسكر. ما بفتح الا بالليل. طب والعمل؟ وين نروح هسه؟ يا اخوان لفت المدينة كلها الا هذا البيت ما رحت لهش. ان شاء الله يكون فتح. والله شكله فتح. كانت هون غرقانة مي ما بقدر اوصل. والله من هون شكله صح. اوكي. بسم الله. مين بستناني هون؟ وين؟ اوكي راح في عجوز شكله. فانا والله بحكي انا اخليها لمقطع ثاني شو رايكم؟ كثير مقطع طويل صار. يا اخي حقني ولا ايش؟ معاه مسدس ولا مش عارف ايش معه. نسني. اوكي ايش هذا هون بده؟ بعطيني خريطة شكله. في ايش لتحت؟ اجا اجا نزلني. يا بلحقني؟ ما بلحقني صح؟ مفروض بس راح يجي هسه من درج من هون. اوكي في ايش فوق كمان؟ ليتس جو. في شي على الفاضي صح؟ ولا؟ والله ما فيش على الفاضي بهي اللعبة. ايش يعني؟ هيك صح هذا؟ مش عارف شو سوى يعني. هذا المفتاح. اخ. اخذناها اوكي، فكرت شغلها. جا لا ما جاش. بس هيك جا هيك جا هيك جا. اوكي نايس. ما بقدر احركه. والله هون شكله بده المانجرن. وين دب وين راح؟ نسيت. هي هي
اعطيني، انا مش عارف وين احط هاي، بس هون. اوكي هاي ما توقعش من اياها، خلص زدتها. كل شوي برجع باخذها على الفاضي. في شيء هون برضه نقدر نطلع عليه؟ والله فيه، والله فيه. اوكي مش عارف كم واحد لازم نسوي منه هذا. في هون كمان، بسم الله الله رعبني. بي وين بزتني اخر الدنيا؟ بسرعة واك اكسر، شلون اكسر يا اخوان؟ ايوه تمام. احا احا، هاي النكبة نفس الاشي بتنزلنا عنده. هاي فكرت مكان سري والله، بلحقنيش يا اخوان. رجع حد رفع راسه ليش؟ وين الكاميرا هاي يا اخوان؟ لا طلعت كاميرا. اوكي مقص بسرعة. ايش؟ مفتاح؟ وين مفتاح؟ وين مفتاح؟ مفتاح مفتاح، وين كان في باب مسكر؟ ايه الصندوق، الصندوق تحت الصندوق. وين هو؟ هيك حشرنا حالنا احنا. صندوق ايوه هيو. ايش فيه؟ كمان خريطة. خريطة وين هي؟ هون ولا فوق؟ هون هي المفروض مكانها. دقيقة المفروض هون صح؟ لا شايفة. ايوه اوكي، باقي لنا قطعتين اتوقع او قطعة كبيرة. ايش هذا؟ حرف البي. انا شفت احرف على فكرة على الثلاجة صح؟ ما اخاف ظني، شفت احرف على الثلاجة. ايوه اطلع برا البيت. نايس. الثلاجة وينها؟ اوكي في كمان حرفين اف و سي، لازم نحطه بهاي اللعبة انك تحس انه وراك، انه يعطوك مؤشر انه هي وراك. فجأة ما بتلاقي غير لف عليك ومسكك. ندور على احرف صغيرة والله هسه. شايف ما بتلاقي غير اجا. الله يلعنك هوب قهر، مرعب والله. بس انا مش عارف هاي الذئاب هاي لايش. اوكي هسا عندي الذئب ها، رفع راسه كنه، رفع راسه. ليش برفع راسه؟ بلحقنيش، ما بلحقني. طلع شايف، بطلع برا. هاي اوه هذا مجيت. ايش هيك نكتة هيك يا احمد. هاي في حرف. اوكي تمام خلاص اخلص. اوكي ضيلنا حرف واحد. ايش هذا اللي هو؟ اتوقع من هون نقدر نطلع فوق. يب من هون نقدر نطلع فوق، بس في ايش فوق هذا السؤال. على الفاضي هيك طلعنا. اوكي في مشحاف كريك. I did end هون، بس لايش الكريك؟ متت؟ اوكي لا في مكان يعني بحفره يعني ولا اشي. والله في مكان بحفره. هيل نو. هاي مستحيل تخمنها. هاي هاد شكله معلق ان شاء الله. يا رب خلينا ندخل نظبط وضعنا.
ضايل حرف واحد بس. في هنا خريطة عليها رقم 9. اوكي في ارقام 0, 8, 1 وفي 9 كانت بالمايكرويف. شو رايكم؟ هذول الثياب هذول لهم ترتيب. هو مش ديب، هو خنزير اكثر. بس هيك شغلته، تنزل هيك بطفي. هذا طاول لساته. هذا ايش هذا؟ هذا هيك شغله طفى؟ لا شغال. اقول بالترتيب يعني من فوق لتحت. كيف ننزل تحت؟ في واحد هون هو في شطار. اوكي شغال، هذا شغال وهذا شغال. الميكروويف كيف بدنا نفتحه؟ كيف بدنا نطول اللي جواته؟ احلى اشي باللعبة هاي انه بقلتش المسني، بقلتش السيد هذا. شايفين بيرجع لحالهم. معقول لازم بسرعة نسويهم مع بعض؟ طب دقيقة خلينا نسويهم على السريع. هاي هاد نزلنا، هذاك منزلينه. ووين في كمان؟ هون فوق هذا. هذا على فكرة لازم أول إشي لأنه بعد إشي شكله له مدة معينة وبنزل. انزل 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 يا حج. أيوة صوت ميكرويف صح؟ ليتس جو. أوكي أتوقع باقي كمان قطعة. هاي 6 مش 9. 0, 8 في رقم بالنص. وين نلاقي؟ قول انت بقى. اوكي 0, 8, 1, 6 في بيناتهم رقم. 0, 8 اح هذول 0, 8, 1, 6 وفي بيناتهم رقم. وين الحفر هو كان؟ استنى هيك. ايوه نعم 0, 8, 1, 6 يعني خلينا نحكي. بدي اشوف هسه الالوان. اتوقع انها مش بالترتيب. يب خلينا اشوف الالوان. ها الصفر زهري، 8 ازرق، 1 ابيض، و6 احمر. تذكروا معاي ان شاء الله. اربعة. ليتس جو. لمستني. اوكي ايش اخذنا؟ مفتاح. مفتاح ايش هذا؟ اتوقع انه لازم نرجع المتحف كمان مرة. واتوقع انه لازم نوقف في كفي. بلش الدنيا تليل صح؟ لما تليل بقدر ادخل البيت هذا. وهي صبح بقدر ادخله. ان شاء الله يا رب. بس بدي اتاكد وخلص بكفي التصوير. فتحوا لحال البيت. طب ليش هذا المفتاح؟ لنكتشفوا هذا في الحلقة القادمة. اكو بس يا اخوان هون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك، واستنوا بالحلقة الجاية ان شاء الله باقرب وقت. ان شاء الله حننزلها. بس مع السلامة.